أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام. خلال أمسية اليوم إن شاء الله السحب ستلتحق على وجهها الشمالي الغربي والوسطى، تكون أكثر كثافة خلال الليل، أمطار على شكل زخات رعدية على الوجهة الغربي والوسطى. حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدر التنبيه من المستوى الأول عن تساقط أمطار معتبر على كل من ولاية لمسان، عين تيموشنت، مستغانم، ولاية سيدي بلعباس، كذلك معسكر، غليزان، أيضا ولاية شلف، حتى على ولاية عين دفلة، بليدة، تيبازا والعاصمة. إذا أمطار على شكل زخات رعدية معتبرة إن شاء الله. أما خلال يوم الغد اضطراب جوي سيخص تقريبا كافة المناطق الشمالية خلال الصباح على الوجهة الغربية، لكن الأمطار ستتواصل في التساقط على المناطق الوسطى والشرقية على شكل زخات رعدية على السواحل حتى المرتفعات. الأمطار ستزداد غزارة على الواجهة الساحلية، بعض الرعود المنعزلة على شمال الصحراء منطقة الواحات، وأجواء مغشاة على منطقة الثورة والصحراء الوسطى. خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 5 درجات إلى غاية 11 درجة على الواجهة الشمالية، 10 درجات على كل من بشار، كذلك إليزي وتمنى رست، 17 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى ستبقى دائما مرتفعة على الواجهة الساحلية الغربية، لكن ستعرف تراجع على المرتفعات والهضاب، 12 درجة على الجلفة المشرين عمور البيض، 18 درجة على العاصمة، نفس المقياس على منطقة الواحات، 25 درجة على غرداية كذلك بشار، لترتفع لغاية 35 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد ننتظر بحر قليل اضطراب إلى مطر محليا تقريبا على كافة السواحل خاصة على السواحل الغربية والوسطى، رياح ضعيفة إلى معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. وقت غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 6:52 دقيقة. ولتواصل معنا نحو الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على